السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار من قناة سهيل الفضائية، وهذه أبرز العناوين. 53 شهيدا في مجزرة يرتكبها الجيش والأمن المصري بحق مؤيدي الرئيس محمد مرسي. أهالي معتقل الثورة اليمنية يعلقون اعتصامهم ويطالبون بسرعة إطلاق سراح أبنائهم. إلى التفاصيل، استشهد 53 شخصا في هجوم شنته قوات الحرس الجمهورية على المعتصمين المؤيدين للرئيس محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري للقوات المسلحة المصرية فجر اليوم، في حين أصيب نحو 1000 آخرين حسب تقديرات حزب الحرية والعدالة ومصادر طبية في المستشفى الميداني بميدان رابع العدوية، لكن مصادر بالحزب قالت أن عدد الشهداء مرشحا للزيادة. وهاجمت القوات المسلحة المصرية المعتصمين بميدان رابع العدوية أثناء تأديتهم لصلاة الفجر صباح اليوم، ويأتي هذا فيما نقلت مصادر ميدانية أن قوات الحرس الجمهوري والشرطة فضت اعتصام الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري أمام نادي الحرس الجمهوري بالقوة وكسرت خيام المعتصمين وأخلت الميدان، كما ساقت المعتصمين باتجاه رابع العدوية حيث المجزرة التي نفذتها القوات المصرية صباح اليوم. المركز الإعلامي لرابع العدوية بدوره كذب بيان القوات المسلحة المصرية عن هجوم مسلحين عن الحرس الجمهوري، وقال المركز إن لديه صور تثبت تورط الحرس بقتل المعتصمين. حبوا يندهوا على زملاتهم الباقيين، قالوا ده عليهم مش سامعين، فقالوا ايه؟ قالوا يا كتيبه وقعوا 50، يا كتيبه وقعوا 50. في غضون ذلك دعا رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الرئيس المعين من قبل الجيش إلى الاستقالة من منصبه احتجاجا على المجزرة بحق المعتصمين برابع العدوية، وقال أبو الفتوح إن مرتكبيها يجب أن يحاسبوا، كما شكك في دعوات الحوار والمصالحة في ظل هذه الأجواء. حزب النور والذي أيد خارطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري سابقا من جهته أعلن في أول رد فعل على المجزرة الانسحاب من التفاوض بشأن خارطة الطريق، وقال إنه أوقف التعامل مع ما يسمى الرئيس المؤقت. استشهد العميد أحمد محمد السهيلي قائد المدفعية باللواء 37 في منطقة منخر بمديرية القطن وادي حضرموت، وقالت مصادر محلية إن مجهولين أطلقوا النار على العميد أحمد السهيلي أثناء خروجه من منزله فجر اليوم وأردوه قتيلا في الحال. أعرب رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي عن تقديره البالغ لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وعلى مواقفه الثابتة في دعم أمن واستقرار اليمن منذ النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، وقال خلال تسلمه اليوم رسالة من أمير قطر: لقد قدم سمو الشيخ حمد الكثير من أجل دعم اليمن، وكانت له مواقف إيجابية جدا تصب في مصلحة الشعب اليمني. من جهته عبر السفير القطري عن تقديره الكبير للأخ الرئيس ولكل ما ينجز على صعيد تنفيذ التسوية السياسية وإنجاح المرحلة الانتقالية والأمنيات الطيبة لمؤتمر الحوار الوطني في أن تتكلل كافة أعماله بالنجاح الباهر وبما يؤمن مخرجاته على أسس الحكم الرشيد من أجل مستقبل اليمن الذي يتطلع إليه الجميع. إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أن الأعمال التخريبية التي تتم عن عمد سواء بالاعتداء على أنابيب النفط وامتداد الكهرباء وغيرها من الأعمال الإرهابية والإخلالات بالأمن أعمال إجرامية جبانة يراد منها التأثير على الحوار ومجرياته، وقال: نطمن الجميع أن الحوار لن يتأثر مطلقا خصوصا وأنه يلقى الدعم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي،
وأيضا الأممي. جاء ذلك خلال اجتماع بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، وتناول الاجتماع العديد من القضايا المتصلة بالعمل الوطني في ظل نجاحات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي مثلت المخرج المشرف للجميع. علق اليوم أهالي معتقلي ومخفي الثورة السلمية اعتصامهم في ساحة سيادة القانون أمام مكتب النائب العام مدة 50 يوما. وأكد المجلس العام لمعتقلي الثورة أن تعليق الاعتصام الذي استمر أكثر من شهرين يأتي استجابة لطلب عدد من المسؤولين وقيادات الثورة الشبابية والحقوقيين بمنحهم فرصة لمتابعة قضايا المعتقلين. كما حمل الأهالي رئيس الجمهورية مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها أبنائهم، مطالبين بسرعة الإفراج عن 30 معتقلا في السجون الرسمية وكشف مصير 17 مخفي قسريا من شباب الثورة الشبابية منذ أكثر من عامين. كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الثورة وإحالة كافة المتورطين في قتل واعتقال وتعذيب وإخفاء شباب الثورة للقضاء. وطالب المحتجون بإقالة النائب العام المعين من قبل المخلوع عقب مجزرة جمعة الكرامة. اطلع محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد على سير الأعمال التنفيذية لمشروع توسعة الطريق البحري كالتكس فور مكسر بطول أكثر من 7 كيلومترات وبتكلفة 35 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وحث المحافظ الشركة المنفذة على سرعة إنجاز وتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيربط مديريات المحافظة وسيعمل على تخفيف الحوادث المرورية. كما تفقد محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد اليوم على عملية تركيب محطة الكهرباء للسعافية التي يتم حاليا تجهيز 20 ميجاوات من الطاقة المؤجرة البالغة 54 ميجاوات والمنفذة من قبل شركة الطاقة السعودية. وعبر المحافظ رشيد عن تقديره للجهود المبذولة في عمل التركيب للمحطة الإسعافية التي تأتي استجابة لمعالجة وضع الكهرباء في محافظة عدن سيما مع قدوم شهر رمضان المبارك، مبينا أنه سيتم قريبا تجهيز 90 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في المحافظة، داعيا المواطنين إلى الحد من استخدام الطاقة ودفع قيمة فواتير الاستهلاك للكهرباء أولا بأول. كرم مركز حفص لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة مأرب عددا من الطلاب والطالبات المبرزين في المركز الصيفي للمركز والذي يضم 150 طالبا وطالبة. نفذ مدير عام مكتب النظافة والتحسين وموظفي المكتب وعدد من عمال النظافة وقفة احتجاج أمام مبنى المحافظة، طالبوا خلالها السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ العرادة سرعة إيقاف التلاعب بالدرجات الوظيفية المخصصة للمكتب. واتهم المحتجون مدير الخدمة المدنية بالمحافظة بالتلاعب بالوظائف المخصصة لمكتب النظافة. المحتجون أعلنوا إيقاف سيارات النظافة والإضراب العام حتى يتم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتوظيفهم وإنهاء التلاعب بالدرجات الوظيفية المخصصة لهم. نظم المئات من أبناء مديرية ريف إب وقفة احتجاج أمام مبنى المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة للمطالبة بإعادة التيار الكهربائي إلى عزلة المجمعة التابعة لمديرية ريف إب. المحتجون يتهمون مدير فرع الكهرباء بريف إب بالفصل التعسفي للتيار الكهربائي عن منطقتهم بدون سند قانوني، مطالبين بإقالته من منصبه ووقف العقاب الجماعي الذي يتعرضون له.
احنا خرجنا لهنا نطالب مدير الكهرباء بإزالة هذا مدير الفرع، مدير فرع المجمعة الذي يدي أوامر بفصل التيار. كل العجل يعني يستضيعوا، واحنا بالظلام أمرنا على هذا سليم. ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. 53 شهيدا في مجزرة يرتكبها الجيش والأمن المصري بحق مؤيدي الرئيس مرسي. أهالي معتقل الثورة اليمنية يعلقون اعتصامهم ويطالبون بسرعة إطلاق سراح أبنائهم. دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.